الراديو 90-90 هواها مصر. راديو سكوب مع غدير حسان على الراديو 90-90. حالا وصلنا مع بعض لفقرة كل يوم اللي بيكون فيها نجم أو نجمة. بيكون معنا مداخلة مع نجم أو نجمة مش عاديين. الحقيقة نجمنا النهاردة مش عادي بالمرة، لأنه عودنا على أننا نسقف له على كل دور بيقدمه. ده يمكن من براعته في تأدية أدواره واختياراته الحمد لله أنا شايفاها موفقة دائما. معايا فنان استمتعنا بيه على مدار 30 حلقة في بيوتنا في مسلسل الأسطورة. معايا الفنان الجميل أستاذ هادي الجيار. مساء الخير. مساء النور. ألف ألف مبروك على المسلسل وعلى نجاحه الباهر بجد. الله يبارك فيك. كان في ردود، يعني انا كنت قريت لك تصريح قبل كده، ما اعرفش حقيقي ولا لا، حضرتك برضو توضح لي ان انت يعني اتفاجئت او ان انت كنت خايف، شايف ان المسلسل ممكن ما ينجحش عشان محمد رمضان. ده حقيقي ولا لا؟ لا، مش عشان محمد رمضان، انا كنت عارف المسلسل هينجح بس ما كنتش يعني مقدر بالظبط درجه النجاح. اوكي. درجة نجاح يعني كانت فوق مستوى اللي كنت افتكره. يعني في القهوي ده كان ماتش كوره، ده كان في القهوي بيتفرجوا عليه. بالظبط. انا ما كنتش، لا ما كنت مش متوقع كده، يعني كان مسلسل ناجح وخلاص، الناس بتشوف في البيوت وحاجه زي الفل، لكن قهاوي وشاشات عرض وتسقيف زي مباراه الكوره، لا ما كنتش متوقع النجاح المدوي. كنت الاول يا استاذ هادي من منتقدين محمد رمضان ولا كنت معاه من البدايه؟ لا كنت من المنتقدين، وانا قلت له هذا الكلام. بس لما قعدت وتعرفت عليه ودردشت معاه كذا مره، يعني اكتشفت ان هو يعني هو ممثل كويس جدا ومثقف، وغير كده هو كل مشكلته ان الادوار الاولى اللي عملها دي اتقنها جدا. الناس اعتقدت ان هو ده محمد رمضان شخصيا يعني. لكن هو في الحقيقه لا، كان تاني خالص. طيب عايز اعرف منك برضو اكتر مشهد كنت ممكن تكون كنت متخوف منه او محضر له جامد جدا، قعدت تذاكر له بطريقه قويه من مشاهد الاسطوره. اقول لك بجد ولا بقى ولا لا؟ حقيقي اقسم لك بالله كل المشاهد. يا نهار ابيض. والله العظيم. يعني لا، انا عندي مشاهد يعني الدور اصله في مراحل، صح، وفي نفس الوقت المراحل دي لازم تتقسم علشان الجمهور يقتنع. يعني لازم كان امسك بزمام الشخصيه كويس جدا علشان ما تفلتش من ايدي، يعني ده يستدعي بقى كل مشهد. انا عملت ايه قبله وعملت هعمل ايه بعده، وابقى كاتب زي التلاقي لما كنت طالب لسه في المعهد عشان ما اقعش اي خطا. يعني الحمد لله، يعني كنت حاسس ان المشاهد يعني جماهيره هتبقى كبيره. طب عايز اعرف منك برضو احساسك بمحمد رمضان، شايف ان هو ممكن يتقن ادوار مختلفه دلوقتي؟ بمعنى اوضح برضو كلامي اكتر، او خليني اتكلم بصراحه اكتر، شايفه ممكن في المسرح يدي نفس الـ 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 الاقبال بتاع التلفزيون او الدراما؟ لا، الدراما الدراما يعني المسلسل لما اتعرض على القناه زي اللي كان بيتعرض عليها دي بيشاهدها ملايين في وقت واحد. ده يعني لما تقارني مثلا ماتش بتلعب على الاستاد كم الف بيتفرجوا عليه، وفي نفس الوقت بتذاع على قناه فضائيه بتشوفها يعني كل العالم. لا طبعا مشاهده في بس برضه الحصري يعني بالملايين، لكن هو هينجح طبعا. يعني شايف انه يعني ليه نجاح في المسرح؟ ما هو اللي ليه جماهير بالعدد ده او بالكم ده مش ممكن فجاه هيروح متخلين عنه، يعني صح، هيبقوا برضه عايزين يشوفوه على الطبيعه. طب خليني هيحقق نجاح. يعني خليني برضه اروح لمدام فردوس عبد الحميد، الحقيقه الرائعه. كان احساسك ايه لرجوعها تاني للتمثيل؟ كان مالها شويه غايبه. لما عرفت ان هي هتكون من ضمن الكاست بتاع المسلسل، كان ايه رد فعلك؟ بص هقول لك، انا مضيت المسلسل قبليها وانا في شركه الانتاج لقيتهم بيسالوني فجاه سؤال بره الموضوع اللي بنتكلم فيه، ايه رايك في مدام فردوس؟ بتاخدوا رايي في مدام في ايه؟
فنيا يعني ذات تاريخ عريض بالزبط. يعني اجوز لا في الكواليس في كده يعني. قلت لهم لا انا فردوس اعرفها من لما كنا طلبه في المعهد يعني. انسانه ما لهاش علاقه بحاجه خالص لانها تعمل شغل حلو. وإلا ما كنتوش تشوف النتائج اللي عملتها في السنوات اللي فاتت دي كلها يعني. يعني لا بتاعت مشاكل ولا بتاعت مش عارف ايه ولا بتاع لا 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 هي ست فنانه محترمه زحلتنا كده لا زحلتنا كده الدور والمخرج قال ايه والمخرج طالب ايه وكده. لا انسانه وساعتها بيني وبينك انا حسيت لا ده كده يبقى المخرج محمد سامي ومحمد رمضان لما يطلبني ويطلب فردوس يبقى لا ده عايزين يعني درجه من التمثيل يعني يعني العمل حرفيا مش هزار يعني مش هزار لا عايزين نوع من نوع من التمثيل معين يعني الحقيقه بمناسبه حببني كمان حببني انا طب ما اجرب التجربه دي يعني. الحقيقة بمناسبة ان احنا بنتكلم على زمان وكده فرحت قوي وكنت مبسوطة جدا لما شفت صورة استاذ عبدالله غيث موجودة في مشاهد الاسطورة والحقيقة طبعا ياما امتعتنا معاه في المال والبنون. لا انا من الناس اللي اشتغلوا كتير كمان مع حاجات كتير بس انا يمكن عشان من احباء المال والبنون ف لكن هو يعني فكرة محمد سامي وانا ساعتها هو بياخد رأيي ما كانش لسه الدكتور اتبنى او البنا بس لسه ما اتفرجش يعني طرت من الفرح طبعا وقلت له بص بقى انا كمان هروح اجيب لك من بيتي بعض صوري مع عبد الله غيث رحمه الله عليه استاذنا في المال والبنون اللي كان سني اصغر وصور بتجمعنا انا وهو كان سني اصغر فيبان شكلي وانا صغير لما كان هو عايش ورحت فعلا قلبت البيت عندي وطلعت له صور من المال والبنون واتحطت في ديكوري لكن لما انا دخلت الاستوديو بيني وبينك لما شفت صوت الاستاذ عبد الله رحمه الله عليه الله يرحمه يا رب انا اقسم لك بالله قعدت دقايق طويله جدا مش حاسس بحاجه خالص ومتنح لان هو كمان سامي اختار شكل يعني لقطه حلوه جدا بالظبط بعينين الاستاذ عبد الله الله يرحمه حاسس انه ايه كانه لسه مخلص هو خلص اوردره بدري ومشي ومشي وانت مكمل بالله وانا قاعد بكمل يعني هو انا ما لحقتوش بس هو كان واقف لسه واقف هنا بيمثل يعني الله يرحمه عايش معانا طبعا في ذاكرتنا وفي سريع لا وفكره هايله من محمد سامي فكره هايله يعني طبعا طبعا انا بس وصلت للمسلسل يعني قعدت حسيت ان ايه المسلسل فيه تأصيل كده في اصاله بالظبط الحقيقه طبعا اكيد حضرتك تابعت مسلسلات تانية في رمضان كنت عايزه اعرف اكتر حاجه يعني لفتت انتباهك او حبيتها في رمضان بجانب الاسطوره بص هقول لحضرتك انا شخصيا ظروفي ما سمحتش غير اني اتفرج على مسلسل عادل امام والاسطوره لان انا كنت باجل لان انت عارفه الفتره اللي كانت ما بين الفطار والسحور قليله قوي بالظبط فكنت انا ماجل اتفرج بعد رمضان ان انا سامع ان في اعمال هايله بالظبط بالظبط دي حقيقه فانا دلوقتي حاليا بتابع مسلسل الفنانه يسرى يعني بتابع بقى ايه بعض الاعمال بعض الاعمال اللي ايه ما تمكنش من ان اشوفها بس اللي سمعت عنه يعني لا طبعا في اعمال عظيمه جدا عايز اتفرج على كامل فرجه فوق مستوى الشبهات وعايز اتفرج على افراح القبه وعايز اتفرج على جراند اوتيل جراند اوتيل عايز اتفرج طبعا خلاص هنستنى راي حضرتك وبجد بشكرك لوجودك معايا النهارده ونورتنا ودايما في تالق دايم استاذ هادي انا متشكر ليك ومتشكر جدا جدا شكرا لحضرتك مع الف سلامه مع السلامه كان معايا الفنان الجميل استاذ هادي الجيار ولسه مكملين راديو سكوب على راديو 90 90